الحراس دامي ما يتيق هي هيهات غير حاضي لقات في تيابهم سلم وفعاي لرميا ما الحراس دامي ما يتيق هي هيهات غير حاضي لقات في تيابهم سلم وفعاي لرميا الحراس قضيب البال الحراس قضيب البال ما يجاور عمرو جيران ما يجاور عمرو جيران ما الحراس قضيب البال ما يجاور عمرو جيران عسى للقتلى مشمور جامع طرفو ما يندى ولا نظرت بحالو جلدى ثم نجيه نصيب وعبوس ألطيف ألطيف واش نعمل واش المعمول باش ناخد هذو الكروه في غراد اللي نهواها عاش من حيلات يسقروه باش نضفر ببها هشكيت وصحاب الحال من الهوال عشقو مدلالة من تسال دوب جسمي وانا نحيل من قوال صحاب الطعام والهجرات رجع بالسقام وبعدها يا ناس المحبة قلت راسي ما يلي إلا نتحزم عن عقارو هذا خشبة من الخشب ما تقديها نار رادي من عليه من صوت الشفار وانا عاشق صبار قال تعبي وعييت مسافر رديل البهات ولا رطب بحيلات عييت ما ندمم محال يا من فيا جيت له في صيف باشا من قنوط العظمات بلعلو مرايات والطبول تنتقر والخيل والرجلية محلتي مشمورة خلفي حزمة بالصقات جات مشمورة جات والمباتة وجبت وضياقة العشوية حين قبلت عليه وشافني قصت المبات قام هز الخطوات ما بغى يلقاني ولا يلي حاجة بيا صار هارب بالرصام وسر بالعزم لا تلفات ينتقص بالخلفات كل قامة أسيدي في عبار هامتني يا ما الحراس دامي ما يصير هي هي هات غير حاضي لقات في تياب مسلم وفعاي لرميا صحابي سيروا لي قلت لصحابي سيروا لي بالعزم ضغيا ضروبي بالعزم ضغيا ضروبي قلت لصحابي سيروا لي بالعزم ضغيا ضروبي واتقوه وجيبوه حتى يكون قدامي أمامي نزنقو ونفرجكم في المقيت إذا جابوه وجبوه
قلت لهم زيدوا بيه بعد سليت السيف عليه باش ندميه نطق بماج بالصراح قال انا بالله والنبي تعمل لي الحق يا الباشا ما نايلا نايبو والسلطان الله ينصرو ويدوم علينا سلامتو ويعز الباشات والخلايف وقياد الحكام شياخ قبايلنا رعية الملك بعز الهمام بيهم يفخر منه بحالنا مسكين وقلين حمد الله على الهنا في بيت الملك تعيش العباد حنا طاعة لله قلت له لاش عليك أخايب الطبيعة تهرب يا صاحب الخديعة من ضيف الله يا الباخس يا كان ليك جيت قصد ناخذ مالك مع رقبتك وجبت مرات سيدنا مطبوعة المير كلمتو مسموعة والله ما يفيدك مني حتى هروب قال صاحب الأمير لا تكتر هضرة هاد الكلام رجع عليك راك بالخزاين وصحابك عند كلمتك العساسة حارسين يدري والغرة كاملين يدري والغرة كاملين ما داري هي حرام تدخلها لو نمشي في سبيب البغلات لا تقوي لو مات لا تخوفني لا تقلي الحوت عليا يا كل الدين وضيف الله الجوامع البنات في المدن وقريات هاكدا سيرتنا احنا اهل البادية ضيفنا ما يدخل الضر ما تقيسوا عطرات فين ولا هيبات في الربيع مع الصيف وساعة الخرفية والمسايد في يام البرد كاينة والغرفات خذ صحة النعات كان ردتي الحقيقة كنت صغالية عساك انت يا باشا بقوم شلا عدات كلمة المير كفات لاش تطمع في الدار اللي محصنا محضية ما الحرز دامي ما يسير بياه هات غير حاضي لقات يتياب ومشير وفعاي دورومية الغلام جيتلو في صيف الغلام نخدمو طاعة دون كلام نخدمو طاعة دون كلام جيتلو في صيف الغلام نخدمو طاعة دون كلام قلت له يا سيدي انا وصيف محرر حرني اللي شراني ودعني في سبيل ربي قصدتك لكرام قلبي ونويت الخير فيك جابتني ليا مليك وانا مرزق واسمي مبارك واللي مبروك تخدموا الحرار مع العبيد وانت ودك ربي من متاعه واعطاك المال لا تكلني ما عندك مني داملو حيت انت راجل وحيد وانا نسخر ليك في المسايل البعد مع القريب عسات عمل لي شي نصيب عسات عمل لي شي نصيب الكسوة والصباط اللي جرى يسمح فيها عبد الجواد يلا قبلوا عليه
يحزوه ويكرموه ما يدوزوه وهو ما يدوس يدو والدنيا سايرة وليام تفوت خذ ليك راحة وغنم وقت السرور وانا نسخر ليك شي نتامرني وخفيف العظام مصروخ على الرمشة كل ما تامرني ظني نفعلو هذا حق الوصيف طعال سيادو قال لي سير في حالك لا تطوف بيا لا تقربني ما نخلط لك حال وما نعاشرو طول زماني ما كسبت لك حل ما خلطو ما حملتو ما عاشرتو ما قبلتو ما عندي خير فيه غير إلا كان خلوق في مكاني وزيادة في المراح وانا ظاهر لي فيك جيت تختلني تغدرني شي مسالة بعد مني وسير قفي لا تمشي دون غرض يا ابو دعوات يا قبيح الخزرات كل من كسبك عنده فيك غير السيام قلت له خاف من الله لا تكون جهل شيات الخلايق صفات كل خلق صرارو في دواخلو مكمية قال لي سير في حالك لا تكون تحذي الغرات من خيار البيتات ما نكسبك والو نسكون في أرض خلية عساك أنا يا بقبيلتي وناس يعزوات ردي الكسرات ما وقفت عليك الصفراء ولا الحمية ما الحراس دامي ما يزير بياه هاس غير حاضي الوقات حيت يا مسلم صيف تبهلول جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول بالهوى مجدوب ومخلول جيت له في صيف تبهلول بالهوى مجدوب ومخلول بان لي سر الله وشفت بالنظر نبي نكشف الاسرار جميع اللي جاني بشي ضمير في قلبه نكشف عن صراره ونحكي له عليه الناس تقول أخاي فقير هذا ويزهروا من بعيد وانا جدبان الحال كلها يكرمني بمقدار نيته حتى جيت الحوس ساحته ونصيبه يا سيدنا محزم معول للطام مشمر لا ميدان ما عملت انا في راسي خبار ما قبلت عليه بالضمير ضربته في الحين شاف فيا وخزر فيا وقال لي غروك وضصروك بعد الغشمة والله كان زق لداري حتى نقسمك يا هذا إلى نشاهدك في شباري تما تشوف خرق العادة ما كان زور ولا نزار ولا نتيق بالكهانة ولا نسكن معايا جار ولا ندخل الكزانة نغير من الطير إلى طار ولا حومت سيوانا تروعو سواك الصيار وتعود حالتي غيضانة هادي سنين شلات دكار وانا مقابل المزيانة هي سنيتي هي ربحي غاية مصر ما نحملش اللي يطوف بالصحة سير عليك
يا البوهالي يا ودي ما فلتي حتى شتك هكذا في هاد الحالة ضعيف فاني منسوب على أبواب ربي وانا ظنيت فيك كلتي لحم نسناس تدور من تخدع في العباد سير في حالك والله ما تغشمني وانا يا قديم ما انا من حد ولا نصدقو وجلاني ومشيت كان لوح الدمعات فوق خد الوجنات في غراد اللي نهواها بيا عينيا قلت راسي كيف ندير يا كتير النهرات واش لك من صولات يا اللي نار الزين في دواخلك مكمية مال هاد الحرات جفا ولا رطب بحيلات ما تدخلو خلات ما يتيقبو علي حتما ولا بوليا كل ما راوتو هادا شحال كم من مرات ساعتي ما وفات باش يكمل رغبي في الباهي الحسبية ما الحر الزامي ما يصير بياه هات غير حاضي الوقات كيت يا أبو مسلم تمتيه الخواجة جيت لو تمتيه الخواجة قلت منو نقضي حاجة قلت منو نقضي حاجة جيت لو تمتيه الخواجة قلت منو نقضي حاجة بالطمع نغويه ونريه كل ما عنده من حجان وتياب رفيعات وصاق ودباج على كل وان شد حمولي وصحابي نادهين في خلفي توصلت عنده ونصيبه في مباب دارو عاقد عبسا دوب جبال الهند عليه سيمة الغول اللي شافو يبات يحلم به فغسق الجام هول حييته بالسلام ما جاوبني وبقيت غير فاهي كلمته من بعيد جاوبني بالنهضة قال لي يا هذا شنهي صنعتك جاوبته يا راشح العقل تعرف حال اللي غريب براني ومتاعه كتير كي تسبب في البيع والشراء في سواق الإسلام لا تفرط فيها ربح أجري يا ربح غرضين بات عندك ومتاعي ما نزلو إلا في الأمان باش يهنا قلبي لاني سمعت خبرك قالوا لي صاحب الفجر والضيف تكرمو كل من جا عندك هي هات ما يخيب راجل دين صاحب الحسنات والطبع الغريز ما ترضى بالفعل الدني قلت نزل هاد الحمول عندك ونطق هو وقال لي ما نشمات لو تجيب الميات ما نزلك امانه ويسوات ما نزلك امانه ولا نقوي شهات شافت العين ورات جاد عني وعطاني زين كل عطيه ما نخلط جار ولا سلوع عمري هيهات ياك العراب دوات را الخلطة تردل وطريقها زغبية
الطمع ما يغويني طول ما نعيش في الحياة يا قالوا سادات كل منه طماع بصيرته معمية شين عندي في داري ما تخلصوا لي بسقات من موال الخزنات بيه قلبي فرحان وحاجتي مقضية ما الحراس دامي ما يتيح بياه يهاس غير حاضي لقات جيت يا بوزلم وفعاين رمية صيفت الفقيه حافظ الحدايات والتنبيه جيت له في صيفت الفقيه حافظ الحدايات والتنبيه حافظ العشرين وسيدي خليل نقرا صوار كان حقه نشرحه تفسير والرسالة ندريها كيف جات والخرشي كان حصيه حرفه معاني لاني صاحب الشطارة علم التنجيم تان حقه بجدا ولراسخين والضمياطي 40 بيت بجدا ولها كداك دعوت البسملة ومشاكل الزناتي وقريعة الانبياء الهياكل بالسبعة وزيد حسن الحصين ودعوت السباسب وابن الحاج الكبير وابن عطاء الله والكلاعي والمواق الشهير والخزراجي مع حجاب الإمام عليه علم الرموز نخدم سبع رياح كل ريح على يتقن الحروف عندي مجموعة في الحساب مرصودة عن جمع البواب عند الكاكيد ونطلع الكنوز اللي مرصودة مع الدي معقود بسحر تقاف مهما تحضر لي ساعة لي جابة يفتح ربي عليه ويلا نتسبب له يصيب غرضو عالم القضية تنحقو ونفاصل بين جوج من فضل الله مواه بالشجية هذا صح الخبار يا راوي ديوان الحبار صيغ الفن وصيغ الشعار صيغ مواهب كنز الاسرار وتأمل كيف يسير بين الفقيه مع الحراز يوم جيتو بعزايم وبخرب ما فادوه معايا فجور صبتو جالس وحدو هميم ينبش في الارض كلمتو دميمة لما راني ناضي يخضع ويطيح دوا وقال لي يا سيدي انت حكيم ولا ولي ولا فيك سر الله مبين ما قريت النية عمري في حد غير انت يا بعدا حين شدتك نشرح قلبي وخاطري وجوار حداتي معاك نبغيك تحدثني بشي نودك ربي وتفيدني تاخذ حسنات والكرايم نادات ساعة الخير مع تسير هذه هي قلت له يا هذا غرضي نفجك في القصات من فنون الدهات كل ما سلت عليه صيب دون خفية قال لي يا الفقيه عندي وزيلة من البنات صالت على الخوضات بالبها والحسن المكمول والزمية جوجتي ما هي بنتي من خيار الزوجات يا الطالب عزات بعد كان الطاعة
ولا تكرت فيا تهت عليا تكبر يا الطالب وجفات يا من ابو شمات زينها لو يقتل العشيق مالو ديا ما الحراس دامي ما يتيق هي هيهات غير حاضل وقات في زيابهم سلام وفايلو عميا لازم صيفطو الدار لازم صيفطو الدار قلت له سير بغير شوار قلت له سير بغير شوار بلازم صيفطو الدار قلت له سير بغير شوار فرش مكانك وعمل مونت الفقيه ظريفة وجد ما يخصك وعمل سبعة من الحجابات على قد الفراش لا تتززا وانا منين لقاني بيك الله كل ما كان عليك صعيب راهي هوان الى تسخى من متاعك وتسخر لي بالقدام الى بيش تفاس جيب لي تقنضص وعود القماري مسكو جاوي وظهر فلفل هذا ما خص في بخرج دول دوا وقال لي يا سيدي نمشي سريح ما نتعامى محتوم كل ما قلتي نبادر به الى تزيد معايا حتى المرسمي وتجلس في قلب قبتي ونعاود لك ما فنيتي ياك تفاجيلي قربتي زدت معاه ونصيب واحد القبق مفروشة بالزرابي وقطوف على السرير ومخايد والحوف الحرير نوجد هاد الحراز كان عايش عيشة نحكيه للحضر صيفتو العديم بالبطر غيب غيب ليس ما ظهر واترني مسكين سار مغداه الوعد جلاه غير هو غيب والريم جاية تدكن افتياب كامرة وحريشة قفات المشجر والملم والقماش فشايش من فضة وتازرة والنواش على الكتاف فرحة بحبيب القلب جال عندي وغنى منها ما كتاب النظرة في وجوه الحباب ما خالطنا نقصان هكذا من يعشق فيد البها يكون غرامو الزين ما عليه الصبرة والعاشقين ما يلامو الجود من ضيور الكبرى من لا مفجاك ملامو العاشقين وبني عضرة سمي شهير حرف زمامو سبقين سابقا يا حضرة سبعين سابقا يا حضرة وثلاثين تم ختامو والجاحدين ما هموني قوم نفاق اهل الغتبات ليس دركو سطوات كل داعي دخول في جواه في المشلية يا الحافظ هاك بدي عنضم احسن البيات من فصيح المعنات صول بيهو غني وعنا بكل شجية لا تبالي بالقوم الجاحدين عظم الجفات فجة والعفات لا تكني طيع الشياخ خذوا صيام الوصايا ما قتلت ما حيات ليام زهات بالهنا والصلات لا تاخذ خوف من الخلق راه بليام كون يا حفاظ مأدب في محافل فرجات
ولا عليك في المقات. كل 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 من فيه الكبر منار. وسلامي لجميع الماهرين القرات اللي قراوا السلكات. كل ما طلعت الشمس وغابت الدنيا.